يلا نطلع عندنا فاصل. شنو الحين عندنا الحين فاصل ونواصل وبعدين نستقبل ضيوفنا. الضيف يلا نطلع فاصل ومن ثم نواصل. يا هلا ويا مرحبا، عدنا لكم من بعد هذا الفاصل وخلصنا نجرتنا وشربنا اللي قدامنا واستمتعنا بالفاصل واستقبلنا ضيوفنا متميزين في الفنون القتالية. احنا متميزين يا حريم ان يجيب لكم فنون قتالية عشان تتولون ريايلكم بالمرة. بعد خلاص احنا هذا الحين مو مسوين اعلان كذي بطلة ما ادري شنو حاطت لها تبون يستغنون عن الريايل. نادية بعد عندك نادية؟ لا ما عندي، وين عندي يا حظي، فكينا ان شاء الله الحين بيطلع عندي عقب البرنامج. فاحنا جايبين لكم الكابتن ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم والبطل للفنون القتالية فلاح المطيري. صباحكم الله بالخير. صباح الله بالنور، الله يسلمك. يا اهلا ويا مرحبا ونورتوا المكان. والله النور نوركم والله. يلا قوم عطنا عطها يلا. وين عطها؟ قوم تطقني. قوم عطها. انا معاها كل يوم كذي ترى. قوم عطها. اقول له فتحت الهواء عطها، يقول لي يبا فيها 10 سنين سجن. عطها يبا انا كلكم تدبغوني. الفنون القتالية شفنا الحين الاقبال الشديد جدا ومنتشر الشباب ان هم يتخذون من الفنون القتالية نوع من الرياضة. واستضفنا وعرفنا البعض الأسباب والبعض الآخر هواية وحبها، والبعض كان في رياضة ثانية وتركها وتوجه لهذا. من متى أنت تمارس وش اللي أسباب اللي خلتك تتجه للفنون القتالية؟ في كاراتيه، في كونغ فو، في كيك بوكس، في مصارعة، في والله أي أول شيء بديت ملاكمة. ملاكمة بدايتي ملاكمة الفنون. أول شيء من سنة 99 يعني بديت ملاكمة. أيوة. يعني أغلبكم تبدون في لعبة وبعدين تفننون في شيء ثاني. ما تشوفين عريض المنكبين؟ أي ما شاء الله. ما شاء الله. أي تفضل. أول شيء بديت الملاكمة سنة 99، كنت راعي مشاكل شوي شيطان. شافني واحد من ربعي الله يذكره بالخير. اسمك فلاح بعد ما تصير شيطان. لا والله أنا ما أبي أحد، بس في ناس يجوني يأذوني. أنا والله ما أبي أحد بحالي. أي مرة شافني واحد من ربعي قاعد تناجر أتهاوش، بعدين الله يذكره بالخير أخوي ورفيجي محمد أبو دستور. أي الله يذكره بالخير شافني يقول أنت عندك طاقة، ليش ما تدش نادي؟ أي والله فرقها بدل لا تفرقها بعيال الفريق. أنا قلت له وين وأنا ألعب وين؟ يقول تعال تعلم شوي 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 وتوصل. والله وداني النادي ودخلني النادي ولعبت ملاكمة. أخوك ورفيجي. أخوي ورفيجي يعني ما أنسى جميلة. يعني هو مشكلته شنو؟ دخلني وما كمل وياي، هو خلاني. أي ما شاء الله. وأنا رحت كملت. يعني الله يجزاه خير يعني حبيت الموضوع. يعني أطلع كل طاقتي على النادي، يعني أرجع البيت مالي خلق أحد. يعني واحد يقول لي اي شيء بالشارع اقول له يسلم راسك. اي ما قصر والله احسن ترى تهديد. كلهم يقولون نفس الكلمه ملحبه انه يسلم راسك إن يصيرون هادين. لا يصيرون هادين ان كل طاقته طرحها يطلعها بالجسم ما له خلق حتى يرد. يعني اي ترى حتى انا نفس الشيء. ايوه يبي لنا نودي ريايلنا. ها اي لا يودي انت عشان الهايبر شويه. لا انا خليني لازم اسيطر على البيت. كابتن ابراهيم من متى وانت في هذه الرياضة؟ ممكن من 95 وأنا عندي حوالي 5 سنين. من عمرك 5 سنين وأنت منخرط؟ شلون الأهل اكتشفوا فيك هذا الشيء ولا نفسك؟ والله كان لي عمي الكبير يعني غاوي، فكنت أنا صغير فكان بياخدني معاه وبدأت يعجبني. يعني لما أكبر شوية شوية يعجبني اللعبة وبدأت أمارس فيها. ومارست أول لعبة شنو هي؟ كونغ فو. قال لنا ملاكمة. كونغ فو. بديت كونغ فو. دخلت الحمد لله واخد بطولات، لعبت منتخب مصر تقريبا ناشئين شباب رجال، يعني دخلت خدت مراحل كثيره فيها. يعني تدرجت في الفئات العمريه وجبت بطولات. بطولات عرب ودخلت بطولات افريقيه، يعني محقق بطولات كثيره الحمد لله. وحاليا حضرتك مدرب فلاح. مدرب. ها شلونه ماشي؟ لا فلاح ما شاء الله عليه. فلاح يعني اول ما اكتشفته يعني من حوالي 4 سنين. اي كان هو في بطوله ووان وانا كنت برضو داخل العب، كنت لسه داخل الكود كده جديد. نعم. فقلت لازم انا يعني العب بطوله هنا برضو عشان اشهر نفسي واتعرف. فشفت فلاح يعني في شق حلو موهوب.
نعم حابب الشهاده بس ما فيش حد بيشتغل عليه. زين اشمعنى هذه اللعبه؟ ليش ما قلت يعني مثلا سباحه، كره قدم، اي شيء ثاني؟ كل الالعاب وايد عنيفه، وحتى كل واحد شكلك يعني ما يبين ان انت يعني. لا ما هو الالعاب بتاعتنا، لا انا بلعب وزن خفيف، ولحد الان من احب ان انا اكون وزن خفيف. ما بحب مركز بوزنه 48 كان وزن ده يعني هي بالسرعة. في اوزان على فكره. هو مو كل واحد بيحب الوزن يعني وزنه 48 مع واحد 100 لا يقسمونهم. انت حتى ملاحظه ان اللي كانوا يجونا ملات البطوله القتاليه كلهم نفس الشيء؟ نعم. يكونون نفس جسمه؟ اي نعم اي نعم. فتلاقينا ضعيف بس مني ما شاء الله الاشتاف عندهم. نعم نعم يعني شيء حلو. انزين كابتن ابراهيم شافني اول مره قال انت فيك موهبه حلوه وايد. اللي هي يعني شافني متميز بالبوكس. بوكس. قال لي عندك فنيات حلوه بالبوكس. قال لي انت ليش ما اشتغلت مدربين ضربوك يعني بالكيك؟ الكيك يعني الساق الساق يعني ليش ما تلعب؟ اي لان نشوف اللي طاق طايره الكيك معروفه انه ما الكيك ما في احد يستغل يدربني الشيء هذا بس متعمدين على ستايل الملاكمه. مشيت مع كابتن ابراهيم طورني وايد شغلات وخلاني يعني اللي يعرفه خبرته. اعطاك من خبرته، اعطاني خبره وايد عشان يطورني كاريول يعني حركات ريول. اعطاني تمارين مثل التايكواندو. اي خلى ايده اول شيء دربني ريول بروح اساس اتمكن ريولي. بعدين اعطاني ايده وريول مع بعض عشان ادخل الضربات. مشكله ان هذه الفنون القتاليه اسماءها صعبه يعني احنا وايد يبنا والحين نسينا ويبنا بنات بعد تشوبتشيكو موكيكي كوفو. يا اسامي صعبه انت شلون تحفظونها؟ لا غير اللي بعد خذ انا قاعد اشتغلون فيها ثلاث لعبات وطلع له هو لعبه جديده وخلاها ترند. إيه تمشي في العاب كثير زياده بخيت زياده بخيت اي مطلع له بروحه كنا بانش كيك بانش ستريت. ايوه اعتقد فنون دفاع النفس هو فنون قتاليه بدفاع عن النفس. اي كابتن زياد عنده موهبه وايد دفاع عن نفسه وستايله وايد حلو. اي ستايله زياد. حلو ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني عليه في البيت تابع على نفسه وايد تعب على نفسه. اي ويعني يبي يسوي شيء يفيد يعني الشباب وكذي ويشغل وقتهم ويشغل وقتهم وسواه صح اساس بدل اي احد مثلا في شباب ربعنا الحين الجيل هذا يروح. نعم. قهوه شيشه شيشه يشرب سجاير. لا يبا تعال او يجرب حبوب او يجرب يعني الممنوعات اللي نسميها. ما شاء الله عليه فاتح. انت مو مدخن؟ لا انا ما عشان كذي شفتي اللي مو مدخنين انه يتجون حق الرياضه يحبون. هو كابتن زياد هو سواها الشيء هذا اساس يكسب الناس عشان يكون عنده ومنه يصير مشهور وفاتح مكان ترى يعني فاتح مكان الكل بيه بيه حيا الله. اي قال لنا يبنا ما ياخذ فلوس ما ياخذ فلوس ترى قبل كم يوم كان هنا. ادري ادري والنعم فيه كابتن زياد من الناس المحترمين وانا احترمه حيل وعزه حيل يعطيه الف عافيه كابتن زياد وعزه حيل. انا قول لي فلاح اللعبه هذه لما غيرت في شخصيتك شيء؟ اهلك حسوا فيك تغيير ولا لا؟ لا مبلا. شلون من يعني اي يعني ناحيه غيرت؟ يعني اول شيء انا جيب البيت انا متزوج عندي ولد. اي ما شاء الله الله يخلي لك. الله يسلمك. متزوج عندي ولد والوالده تشوفني دائما داش طالع. انا ساكن ويا اهلي في البيت. اي امي تشوفني جاي تعبان ما تكلمني لما ارتاح وخلص يلا تكلمني. انزين بس هي شافت يعني ان شخصيتك تغيرت من قبل لا تحترق اللعبه يعني نوعا ما حديت صرت تتحكم باعصابك بسلوكك لان اللي ابنهم قالوا وايد اثرت اللعبه بشخصيتنا هذبتنا نوعا صحيح. ما خلتنا نعرف ايش نبي. بلا صحيح يعني خلتني هادي وانا بتهاوش مع اي شخص والله اخاف عليه ما ابي اضره. اي طبعا طبعا انا ما اشوف انا ما احب اغلط على احد ولا احب اسوي شيء يعني بس في ناس احترمين احنا يا اخي تجبرك ان يغلطون يا اخي يبي يستردن عليه غصب. اي انا ما اسوي الشيء هذا الا بشيء واحد مثلا يبي يمد ايده خلاص يبي يتهاوش معي لا يعني ادافع عن نفسي. طبعا ادافع عن نفسك بعد كلنا ندافع كل شيء. إيه؟ انا وسعاد نكمشها ونعضها ونحطها ونخلي سعاد تقعد عليها. انا اسوي الجزء الاولاني الجزء الاخير حق سعاد. يلا سعاد قعدي عليها. يا سكتي عني ترى قبل كم يوم وحده متينه نفسي كذي مسكت لها وحده قعدت ناجرها قعدت عليها كانت تفطس. اي زين سوي فيها دير بالك ترى انتي 5 كيلو. اي لا قدامك فوق ال 100 كيلو يعني دير بالك. ما علي حسل على قلبي حبيبتي حبيبتي كابتن. شفت التدريب انت طبعا دربت في مصر ودخلت بطولات وتدربت في الكويت في الانديه ودخلت بطولات دخلت شنو الفرق لقيت؟ لقيت في فرق في قاب كوي ولا احنا بدينا نواكب ونلحق؟ لا تنسى احنا عند كثافه سكانيه
تختلف. يعني مهما احنا يكون عندنا ابطال ما نوصل مواصل شعب 100,000، اكيد عندهم اكثر. فلقيت في طبعا فرق. نعم يعني جيت 100 مليون طبعا. جيت لقيت يعني مثلا شركه هوان تعمل بطولات على مستوى العرب، فيها نظام بصراحه. يعني نشكرهم اشكرهم حيل على البطوله. هم يبيعون بروتين ما بروتين بعد. أيوة. عارفهم يعملوا نظام، بيدعموا اللعيبه برضو يعني بصراحه، يدعمون بيدعموا لعيبه ويعني في اعلام وتنظيمها كويس جدا. طيب من عمر انا من عمر كم يدخلون عندكم؟ في من عمر يبدا 6 سنوات، من 6 سنين عادي. بس البطولات بتبدا بالظبط يعني من حوالي 8 سنين. في تشجيع من اهله؟ في تشجيع انه يكون بعد السن كذي يتعلم. في تشجيع البطوله هذا شو اسمه الفنون القتاليه؟ في تشجيع، في ناس كثيره غاويه وبتشجع. ما يقولون لا ولدنا خاف. هي مش عنيفه على فكره برضه، فيها سيفتي اللعبه، فيه سيفتي. لا غيروا قوانين وحطوا فيها سيفتي، ممنوع فيها سيفتي مثل يعني الصغار ما في ضرب الوي. لا ما في ضرب الوي، ممنوع ضرب الوي، ممنوع الصغار، ممنوع ضرب الوي. بيتعلموا الذكاء، بتنشط كل حاجه. يخلوني يطلع طاقته بدال ما في البيت يكسل ويتعور. الالعاب دي بتخليه ذكي جدا، بتنشط كل الخلايا اللي في جسمه، فبتخليه ذكي جدا وتهذبه، بتساعده على حاجات. خليه قاعد يفكر يحب يجي. ايه والله ودي ليش؟ ايه والله راح يوديه. هيا يبي النادي عندنا كابتن ابراهيم ما يقصر. ان شاء الله والله، ان شاء الله ان شاء الله. يعني شيء وايد حلو ان شاء الله. يعني لقيت انه في تنظيم. لقيت في فعلا بطولته. يعني انا كنت مثلا داخل بطولات، انا كنت لاعب منتخب مصر، دخلت بطولات افريقيه بطولات، بس ما شفتش انه التنظيم يعني اللي عندنا. التنظيم بتاعهم جميل. زين هذا من ناحيه التنظيم، انا عايزه من ناحيه الابطال نفسهم. لقيت يعني عندنا تغيير. ابطال في الكويت يعني خامات نظيفه فيه. ممكن تمثل الكويت في الالعاب الاولمبيه العالميه. في طبعا، ما هذا اللي انا اقصده. يعني الكويت بدت يعني ولاده ولاده وبتطلع في كل مكان، وهنا في ابطال جامد يعني شفت مميزات حلوه ما شاء الله. يعني على قد ما نعتز بكونك مدرب يعني بالكلام هذا، وبطل يعني ومدرب ومنتخب مصر. يعني احنا هذا الكلام فخر لنا، حلو طبعًا. في شبابنا فخر لي والله. طبعا الله يسلمك. عندنا تقرير نشوفه. يلا شوف الصور، خلينا نشوف التقارير. نظيفه في ممكن تمثل الكويت في الالعاب الاولمبيه العالميه. في طبعا، ما هذا اللي انا اقصده. يعني الكويت بدت يعني ولاده وبتطلع في كل مكان، وهنا في ابطال جامد يعني شفت مميزات حلوه ما شاء الله. يعني على قد ما نعتز بكونك مدرب يعني بالكلام هذا، وبطل يعني ومدرب ومنتخب مصر. يعني احنا هذا الكلام فخر لنا، حلو طبعًا. في فخر شبابنا لي والله. طبعا الله يسلمك. عندنا تقرير نشوفه. يلا شايك عن فلاح، خلينا نشوف التقارير. Thank you.
عليك يا من يقطك هناك ويخليني لابسه الحمر وتاخطيخ وتاخطيخ تضعفين مساج من الطق اللي بيجيني اكيد بضعف بعد خلف فواري مطيح والله سعاد مره لا حلو هذا مره رحت قالوا مساج تكسير دهون طاخطيخ طقني وين دهونك انت وين دهونك بالزمانات بالزمانات يعني بالزمانات هذه انت ضعيفه يعني كله فهنا انا اقطك هني بالحلبه وطاخ وطيخ ولا يدي عاوز تقتلني لا 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 الله يقويك ما شاء الله عليك انا شفت هذا التقرير ان انت وايد سريع ما شاء الله تبارك الرحمن اي سريعين ما شاء الله تحدثنا عن الحزام هذا والحزام والله الدروع المحصل الميداليات ما شاء الله عليك هذا اي بطولات دبي خذيتها مرتين ورا بعض الله يعني لا لا اربع مرات رحت شاركت معاهم وفزت فيها خلاص لبسته نادية خلاص طبعاً علي بيته شنو أتصور معاه؟ لا أنا بصور معاه لأن أنا بصراحة مستحيل يذكركم في مذيعة ما يذكركم في مذيعة كانت تطلع في قناة عربية والله معروفة أم الحزم كذي صدق الشاطر يعرف ما أدري ما أعرف والله العظيم كذي مذيعة المصارعة لا ما تطلع مو مصارعة بس هي تحب كذي تلبس حزم تطلع مع عمرو أديب أوجه لها تحية أحبها شافك المنيري كل حزمها كده أي والله وناسة ناس يسم شافك إيه شافك المنيري مرت هذا ممدوح اللي مات إيه الله يرحمه بس لا كان حزاماته كذي ما أتذكر والله والله روحي دوري الحلقات تشوفي يا نادية متابعتهم إيه ما في شيء وجهنا على تحية تذكرناها هذه الميداليات طال عمرك هذه البطولة الواوان الأخيرة اللي لعبتها نعم وأشكرهم حيل شركة واوان نعم اشكرهم حيل عادل الواوان اشكره حيل نعم وجابر الواوان ما يعطيهم العافيه يعطيهم الف عافيه ما قصروا والدكتور كابتن اسماعيل رضوان نعم هذول الثلاثه وقفوا معي وابو مرزوق نعم نعم تابع منظمه مع الشباب يعطيهم الف عافيه وان شاء الله الاحسن اشوفهم يعني اهتموا فيني حيل وان شاء الله ان شاء الله بالايام يدعمونا طبعا نسوي معاهم والله نسوي معاهم بنجيبهم نسوي معاهم مدير الفريق نشكره مدير فريقنا ابو عبد الله الرشيد ابو سعود مو مدير فريقنا بالنادي وقف وياي بعد وقف وياي ريال والله العظيم ريال يعطي الف تحيه يعطي الف عافيه ابو سعود وشركه واوان عادل واوان وجابر و كابتن اسماعيل كابتن دكتور اسماعيل رضوان نوجه لهم تحيه نعم ونجيبهم نشوف تنظيمهم شلون يعني يتبنون هالطاقات ويدعمونهم نعم. شيء حلو هاي بطولة الواوان هذه بطولات هذه بدبي لعبت اول مره بدبي فزت فيها الاول لعبت مع لاعب سعودي ولعبت مع لاعب اماراتي فزت فيه على النهائي طلعت الاول واعطوني هذا الحزام ما شاء الله وحزام. كم بيلعب الله يوفقك السعودي لعبتيها وزنه 170 كيلو ما شاء الله 170 وانت في حيل يقوم ويطق من فوق 90 في حيل يقوم ويطق والله من فوق 90 وزني مفتوح طقته يرجعني 4 متر والله اي وزنه يقول لي شلون تحملته صحه ممكن صحته حلوه هو ثقيل أي. بس لا طويل طول نفس الطول نفس الطول 170 ما شاء الله قلت في حيل يطيق يقول لي ايده هو نص عضلات ونص ممكن يكون عضل العضل لا في نص عضلات ونصه شويه لا هو ممكن يعني اقل من كذا بس هو ضخم جامد وهذا لاعب سعودي بطل موتاي اي بطل موتاي بطل بطل دكتور محمود هو دكتور محمود 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 دكتور محمود ويقول لك هذه بطولة الوزن المفتوح يعني مو شرط وزن الأول أو الثاني لا هذا وزن مفتوح يخلوا لك وزن ضعيف مع وزن ممكن أكبر هذا الضعيف تلاقينا عصب قوي يطيح الطويل لا هو فوق 90 لا فوق 90 في وزن مثل ما يصير واحد وزنه 50 مع واحد 90 لا ما يصير يعني وزن المفتوح ده فوق عادي من فوق ال 90 يلعبوا مع بعض عادي زين حضرتك سبق انك لعبت بطولات مفتوحه لا لا طبعا ما ينفعش ما ينفع فرق ها انت قلت من ال 90 وما فوق بس هو احنا اسرع الوزن أي. الخفيف كل ما الواحد ضعيف اسرع وعصب أي أنا لا ما له شغل هو ما شاء الله يعني متين انا اشوفه بس أيوة. السرعه بالنسبه له هو فلاح اسرع لاعب في الكويت وزن مفتوح اسرع لاعب بالكويت يقولون انا ما ادري انا ما بس اشوف نفسي مو سريع هذا من لعيبه كثير هو اسرع لاعب فعلا في الوزن انا عارفه ان الضعيف الوزن الخفيف اسرع انا اخوي بطل متميز بالسرعه بطل الكويت واسيا اسيا كلها سنين بس مو في هذا في الجودو جودو لعبه هذا الكلام من 30 سنه معروف اخوي يعني ميدالياته لا هذه مو اولمبيه هذه منظمات نظام دوات منظمات بزنس احترافيات وهذا الحين هاي لعبه الام ام اي الكيك بوكس والموتاي
والملاكمة في ألعاب كثيرة صارت, صارت شهرة أكثر من المصارعة الـ WF بعد فأعلم أكثر. أيوة آه، أوكي. يعني مصارعة يطيح من فوق ما يصير فيه شيء. تتمنى بطل عيالك يصيرون كذي نفسك؟ والله شوف عيالي أدربهم إيه بس أخليهم يلعبون بطولات لا. ليش؟ خاف عليهم إيه. أنا يعني وايد تعبت على 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 المشوار هذا اللي لعبته وايد تعبت. طيب هم نفس الشيء هم يبون إنه. عندي سؤال وإن شاء الله بطلع لك يا بس مع الكابتن. تفضل. كابتن الوزن الخفيف وتقول ما لعبت بطولات مفتوحة لأنه ما ينفع. لا ينفع أنا كنت بلعب مثلا في عندنا مثلا يعني البطولات نعم. المصغرة ألعب عادي كنت بلعب وزن عادي ما حاولت تفكر إنك تزيد وزنك تدخل الوزن اللي أكبر شوية لا أنا كنت أحب وزني كده وبقول عليه ميزة حلوة إنه يكون على هذا الوزن نعم وساعات كنت بصوم بالخمس أيام والأربع أيام باكل حاجات بسيطة ما باكلش خالص أقعد شهر قبل البطولة عشان أي هو كان كذي نفس نظامك إنزين في عندنا تقرير للكابتن خلينا نشوفه ونرجع سؤال مميز حق فلاح نشوف التقرير مع بعض ما شاء الله والله شيء وايد حلو اي والله ما شاء الله شفتي يعني بس يعني المدرب وقاعد يطق مع انه لابس بس قاعد يطق واخر شيء علمه شلون هو المدرب دائما تلاقينه ممكن ضعيف بس قوي تلاقينه اعصابه تكون قويه لا هو يعطي تكنيك بالاضافه الى التدريب يعطي تكنيك استعمل هذه تكنيك ونشتغل عليه حتى نظرات شوفها بعينه بعدين طقه تحت خلي يشوفها بعينه ركز بعينه وعطى باخته من تحت كذي كان يسوون اللي عرفه يا فلاح انك انت خط 60 مباراة عدل 60 مباراة وفزت في 50 وما خسرت الا بعشر منهم وهذه وايد صعبة بالنسبة لاي لاعب انه يدخل ب 60 مباراة وما يخسر الا بعشرة رقم ولا شيء العشرة محلية ولا برا؟ عطنا في هني وفي برا يعني ايام المنتخب ملاكمة كنت اسافر يعني خسرت مع لعيبة وكنت صغير وابطال المدربين يضربوني ألعب معهم وشنو وأسوي شيء أساس إني أنا أثبت نفسي الناس كلها استغربت شلون أنت عمرك أنت صغير وأنت تلعب الشيء هذا بس ما شاء الله ثبت رحت الله يذكره بالخير كابتن أمير أبو مشعل قال أنت فيك روح لاعب تلعب حتى لو ما تعرف تلعب بس أنت ما تأيس ما تخاف ما شاء الله شنو قدامك ما تخاف تسوي أي شيء معاه بس ما تخاف شنو قدامك يعني لعبت شوف أقوى لاعب ملاكم لعبت فيها بحياتي كلها هني بالكويت كويتي كويتي نايف عقيل اقوى بوكس والله يا جماعه اعطاني مره بوكس طيحني بالقاع طحت بس انا
قمت هذا وينه؟ يبح حق سعاد وينه هذا؟ عسماوي هو هذا وينه؟ أقوى هذا المطلوب انت بتكسر فتش اعطونا رقمه كل شيء حق سعاد كل شيء يعني هذا نايف عقيل من اقوى اللعيبه اللي هني على مستوى الكويت اقوى لاعب هذا مستوى الكويت اقوى لاعب برا الكويت واجهته كملاكم اي كملاكم اسطوري على مستوى العرب ما شاء الله علاله شنو جنسيته؟ جزائري جزائري دي كبير كمان بالسن يخش في الأربعين دلوقتي قوي لا لا توفى توفى على مستوى توفى كمان توفى بعد توفى مات توفى حتى أبغي أن يبحك سعاد هذا قصة ذبحوه المافيا الله ليش ذبحوه حاقدين عليه اي اي يبون هو لاعب ما شاء الله معروف على مستوى زين ذبحوه في مكلاكمة طقة مات فيها لا ما أدري سمعنا يعني كلمنا مدرب المنتخب شنو صار فيه وينه قالوا توفى عاد والله شجعني وايد عقب ما لعبت معاه خلصت عزمني بالفندق عشاء ايه؟ وقعد معاي وينصحني كلام كمل حلو انت لاعب حلو زين الله يرحمه بيني وبينه بالنقاط لعبت وياه تقريبا 20 8 هو فاز عليه 20 8 ايه؟ هو اللاعب استغرب مني قال انت شلون انت فيك يعني حما قاومت انت 8 انا عمري يعني انا عمري 17 سنه وهو عمره 30 سنه لا ما نشغل لانه هو هم متدرب وايد كان لا بس هذاك يعني كم عمرك انا بديت العب باللعبه من عمري تقريبا 13 سنه اي شفتي من عمري 13 بس هو لعب معاه كان عمره 17 لا بس زين هل كان يطلع من لا رفيجي صاحبي محمد زين محمد بودستور الله يذكره بالخير أيه. هو اللي نصحني شافني راعي مشاكل أيه. دخلني قال يمشي قال يمشي النادي هو مشكلته دخلني وما كمل معي بس زين الله يتخيل يعني بس هو بيتمرن لحد الان هو يتمرن بس ما يلعب بطولات اي خلينا نشوف الحين التقرير عندنا اي نشوف صور هذه وين بطولات هذه بطوله باسطنبول تركيا اسطنبول اي نعم تركيا بي قدامي لاعب انسحاب ما رضى يلعبون معي لا ما رضى يلعبون ليش يقولون لا فلاح هذا لاعب جاهز وقوي ويتدرب عند إيه كابتن ابراهيم يخسرون انسحاب يتدرب عند كابتن ابراهيم يتدرب عند كابتن ابراهيم بطل كونفو ويتمرن عند المرموري بطل اولمبيات اي يعني لا يعني في واحد يقول انا خسران خسران خل اخسر بالانسحاب ولا بالطقه تعوض اي بس هذه البطوله ما عاد اني انا فايز فيها يعني انا ما خليتها بتعبي انا احب اخذ شيء تعبي بعرق ما قطع الميداليه خليت الميداليه قطيتها قلت ما بيها شو بي فيها ليش ما في احد لعب معي اي هاي بطوله باسطنبول يعني وهاي بطوله بدبي ما شاء الله النهائي كرمني هذا صاحب المنظمه مايك مايك كان فيها الحزام كان فيها الحزام هذا الحزام نعم نعم كرمني فيها وكانت بالعكس كنت مستانس اني انا الحين بنعرف عالميا على مستوى العالم منو بطل في الفنون القتاليه من اي دوله في كثير واجد بس انا العب دلوقتي واجد هذه اللعبه ما بالكيك بوكسينج ولا بالام اي ولا شنو ما ادري بالفنون القتاليه هذا اللي تدخل في الاولمبياد ما شاء الله الفنون القتاليه في الحين قتاليه في كل في كل لعبه فيها بطل كل لعبه فيها مش بطل واحد يبقى 12 وزن ال 12 ابطال اي 12 وزن صح ماكو يعني الحين المشهور بالفنون القتاليه الحين بالام ام اي نفس هاي البطوله التايلندي ما في واحد تايلندي في طبعا في تايلندي في عندكم حبيب اللي توني جاك حبيب اسمه حبيب واحد اسمه حبيب 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 هذا روسي اصلا روسي بس مسلم اي يعني من دول البحرين الشيخ بحرين دعمه اي ما شاء الله شيخ بحرين دعمه هاي البطوله ببحرين لعبتها مع اللاعب الروسي وهم استانسوا علي قال انت كويتي هذا الحين هذا انت هذه بطوله دبي اي يعني راجعين المطار وني المطار دبي الكل صور معي عشان معي الحزام هذا اي ما شاء الله يعرفون هاي بطوله دبي هني كرموني وللاسف هم اللاعب قدامي انسحب اي وعلى فكره كان بيروح لوحده يعني كان بيتمرن لا معي مدرب ولا معي احد ما بنروحش معاه بروح بس يعني كلنا كذي وخايفين لا ما كان معي مدرب كان معي ناس اداريين كان معي اداري كابتن عيد خليفه يعني اشكره وقف وياي برا يعني بطولات برا بدبي وقف وياي بدبي وقف وياي بس طبعا اللي كان بيجيب البطولات دي ويرشحه معاه يرشح كابتن عيد خليفه ابو احمد كابتن احمد صابر هذا تدريب بالنادي تدريب حلو هذا تدريب بالنادي هذه اهم بطوله تركيا تكرموني وانا كنت زعلان مو مستانس اي تركيا اللي انسحب نعم مو مستانس انا هني لا يعني ضايق خلقي حيل يعني يقول ليش ما في احد لعب معي ليش ما لعب معي طبعا الواحد يحس يعني انا باخذ الجائزه اخذها بدون ما العب بدون اي شيء انا بالناس تشوف مهاراتي طبعا ابي علشان اشوف اللي قدامه هذا الخصم اللي قدامه اللي قاعد يلعب معاه شنو قوته شنو مهارته يعني هم صدق واحد يحس ان الاهل يشجعونك حاليا اللي عرفت انك متزوج زوجتك يعني تشجعك
والله زوجتي ساعات تقول لي مو مشكله اروح العب بس تقول انا خايفه عليك. اي زوجتك تخاف عليك. زوجتي وامي اكثر اثنين يخافون علي. طبعا يعني الوالده عائلتك. الوالده يعني يعني وايد يضيق خلقها بس أيه. شنو اقول لها يما يلا انا بروح عندي لعب. ادعي لي ادعي لي. تدعي لي والله ما تنام. ولا امي ولا زوجتي ينطروني. اي اي احنا كنا كذي. اسمعوا تليفون على طول ركض على التليفون. شنو صار وياك؟ لا الحمد لله فزت. زين لما يكون في مباراه ما تيجي تحضر زوجتك تشوفك او شيء؟ لا انا ما خليها تحضر. لا انا ما خليها تحضر. لا ما ليش؟ ما احب انفعال يمكن هي تخاف بعد انفعال يصير. لا زوجتي من نوع تشوف كذي يمكن تدش داخل. اي ما تقدر. تدش داخل. زين ما تعترض معاك على تدريب ولدك؟ انت الحين شنو شايف ولدك؟ شنو عندك؟ كم عمره؟ تقول لي ولدك خليه يلعب كاراتيه. هو كم عمره الحين؟ أربع سنين. أربع سنين. أنت شايف شنو يحب؟ والله هو شوف هو. أنت ما تسوي معاه حركات في البيت؟ بلا. ما تعافر؟ هو أكيد. والله مخه مستوعب الطق. يعني تقول شيء يستوعب ويتابع معاي. ترى كلهم. أفلام بويكا مايكل جوايد فان دام يشوف يغلدهم. أي إذا ما تودي النادي قط مرة. بلا يبكي كم مرة؟ أهدى بالنادي يروح وسوي بروحه يلعب. إيه يلعب. بس انت شوف ايدينا وين ريوله قويه ولا ايده ترى يبين في هالعمر هو مبين اليدين بسوف في شيطانه لعب وايد انزين انت ما تبي تجبره العمر كذي يكونون ما تبي تجبره ولا بتخليه كيف لان احنا انا ما افضله افضله بشيء ثاني يعني اذا هو شوف اذا انا اذا بدخله اخليه دفاع عن النفس علمه شلون دفاع عن النفس لازم تعلمه بس اقول له وعد ابي منك وعد انك انت ما تسوي مشاكل مع احد اي ما تحرش فيهم يعني على بو تعرف كم حركه خلصنا عندك شيء؟ لا ما عندي شيء والله يعني. احنا جدا كنا سعيدين كابتن ابراهيم قبل لا نختم نبي كلمه تقولها لهالشباب يعني كنصيحه وحلوه شنو تقول لهم؟ يعني نصيحه للشباب كله انه هو طبعا يهتم بالرياضه جامد الرياضه نعم. يعني شيء حلو جدا الرياضه هي كل حاجه نعم يعني بصراحه يعني بتبعد الواحد عن حاجات كثيره يعني مش عارف اقول لهم لا يعني ما حلو قلتهم يعني اهتموا بالرياضه بالعكس يعني حلو اجمل شيء الرياضه فعلا ولا يسوون مشاكل مع بعض ولا يسوون مشاكل وبيخلي الواحد ايه يعني متحكم في نفسه في حاجات كثيره بيخلي الواحد دي يعني قبل اي حاجه بعملها لازم بفكر فيها كتير الرياضه بتعلم الواحد كده بيفكر كتير في اي حاجه لازم التفكير كلام لازم اي شيء ما قصرت فلح والله وشي اشكركم حيل ما قصرت احنا اللي يعني نشكركم الاخت ام عبد الرحمن وناديه والاخت سعاد والنعم فيكم على راسي الله يسلمك وسامحونا ازعجناكم لا بالعكس والله كنا نشكر كابتن زياد الله يجزاه خير عرفني عليكم اي يعطيكم العافيه وان شاء الله وعد مني انا ككلمتي اني انا ما راح اشارك بطولات سواء داخل الكويت ولا برا الكويت وعد مني خلي علم الكويت الناس كلها تشوف يا رب ان شاء الله واحنا متاكدين من انا مستعد اني اموت شهيد عشان ديرتي الله يخليك لا بسم الله عليك بسم الله عليك ان شاء الله ما قصرت طلع خلصنا فقرتنا نطلع ونرجع الفقره النهائيه للبرنامج فقره الموضوع والبوح وناطرين اتصالاتكم نطلع فاصل ومن ثم نواصل لذيذة القهوة صح؟ اي حيل طيبة لذيذة مو قلتش لما الحبيب مزاجه تعكر عملنا له قهوة بسكر؟ عجيبة لا ناطعة المهم قولي الله يحفظهم لك الماسة الماس وسلطانة اي الماس وسلطانة إذا كبروا بسم الله عليهم وخذوا الشهايد نعم ويوي خطبونهم ويوهم اثنين اخوان نعم تزوجينهم حق اثنين اخوان؟ ولا تقولين لا؟ أنا أقول لك هو كل شيء على القسمة والنصيب أول شيء إذا كانوا هم البنات وموافقين عليهم ليش لا وإذا كانوا طبعا زينين عيال أصل فصل وطيبين ومحترمين وشهادات عندهم إمكانياتهم زينة ليش لا إنزين ما تخافين بس ما بيهم يتزوجون يسكنون مع بعض كل واحد حتى لو ما يسكنون مع بعض ما تخافين إذا واحد انفصل عن زوجته وتهاوش معاها الثاني يآزر أخوه يقول بما إنه أخوي طلق أختك أو أختك طلبت الطلاق من أخوي ما تبي أو أنت ليش أخوك طلق أختي أنا ما بك طلقني يطلقها والله إذا هذا هو سواه ترى هذا ممكن هذا ممكن يصير بس هذا إذا سواها بعد يعني واحد شي يقول أي المفروض ما له علاقة هذا هو موضوعنا اليوم زواج الأقارب
أو قصة بقصة. عطوني بنتكم نعطيكم بنتنا، بنت ولدكم ياخذ بنتنا واحنا نعطي بنتنا حق ولدكم اللي انتم جايين تخطبون، تاخذون منا نعطيكم. الاتصال ناخذ التليفونات. هذا الموضوع نبي نشوف سلبياته وايجابياته، ترضون ولا ما ترضون؟ 2205-4599 ناطرين. الو، اذا يو اثنين اخوان وياخذون اخوات بناتك الاثنين، ترضين ولا انت تاخذين اثنين خوات ثنتين حق صبيانك الاثنين؟ والله يا ناديه هو له محاسن وله مساوئ، احيانا يكونون زينين وما فيهم شيء وخلاص يكملون حياتهم مع بعض. نعم يعتبر. واحيانا فعلا مثل ما قلتي اذا طلق وحده من عندهم او صار مشاكل بين الام تشرط عليه ما نبيها طلقها، مثل ما اخوها طلق اختك. اي طلق اختك طلقها انت بعد عشان نعم. من بنت احنا تحرق قلبه وهي بنتهم متسنعه وقاعده فرحانه. لا 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 احرق ايه. قلبه اي بعد ايه. وفيهم لا والله يقول ما له علاقه، خلاص ما له علاقه، هي طلقت وراحت وانا ايش علي انا قاعد بنت الناس وابيها وابيها وزينه. في اللي كذي وفي اللي كذي ايه. يعني هذا يعتمد على ثقافة وعي المجتمع. نعم. والأسرة. نعم. والأسرة نفسها. نعم. هذه الأشياء نشوفها في المجتمعات الخليجية والعربية، يمكن سابقا كانت منتشرة ولكن للأسف مثل ما قلتي اليوم كم أمس يتكتبون لك كتبوا عن هالموضوع وأنا قالوا ترى هذا الرد مرة ثانية ينتشر مثلا. لا يا نادي هو موجود، هذا الزواج هذا موجود. ايه؟ وفي اللي في عائلات هي فعلا لما يصير مشكله بين العيال خلاص لازم احنا مدام بدنا طلقتها وصار مشكله معاها او حتى ممكن مطلقها متهاوش معاها، لا انت بعدها مهاوش هذه او خلاص تروح بيت اهلها. نعم. ما نبيها. ايه؟ زين ممكن هي مو مطلقه زين معاها ريلها، طيب اذاك اخو مو زين. ايه ايش عليها هذه؟ ليش نعم. تدخلون هذه بهذه؟ لا زين. وخوات ثنتين يعني انا وياك يا خوات يا صديقات، بس هو نعم. الصديقات مو مهم. نعم. الخوات هي اللي تاثر او اخوان. نعم. يا اخوي بنتي هذه خلاص نعم مرهونة حق ولدك. نعم. مهرناها حقه. نعم. وحيرناها حقه. نعم. لما يكبر ياخذها. كبروا وفرضوا عليهم وفرضوا عليهم وتزوجوا، صار في خلاف. العلاقة بين الإخوان في تسوء، يصير قطاعة. شلون ولدك يسوي في بنتي؟ أنت ما ربيت، أنت ما تعرف، أنا عطيتك قطعة من كبدي، عطيتك بنيتي، أذاها ولدك. مدام إنك تدري إن ولدك مو عدل ومو سيده، ايش حقتي تاخذ بنتي؟ انت شايفه مو انت تقول انا ابيهم من صغرهم حق بعض؟ كانوا صغار ما ادري. انت رضيت فيهم من لا هم صغار ما يدرون من أيه؟ اول ما هذا يا له ولد وبنت خلاص هذيلي حق بعض. طيب ما يخالف بس لما كبر. اذا اخوان يعرفون عيال بعض، يعرفون هذا ولد اخوي انا اعرفه اذا زين مو زين. مو زين سعاد من يعرف؟ هذا في بيته عصبي نجري كفوق يطق يروح. العم ايش درى؟ لا مو شعر. لا 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 الاخوان يتكلمون صدقيني وماكو شيء ما يبين. يعني الاخوان يتكلمون يقول انا ولدي في كذي وبنتي فيها كذي، لازم يتكلمون اكيد اكيد. لا هذا زمان اول لما يتكلمون رجال كبار بالديوانيه، يا اخوي انا تعبان، الولد تعبني، تعال شور علي، شو اسوي معاه، دبرني شلون اتصرف معاه. هذول الناس الطيبين اول. الحين ما يتحكى، يقول العالم خل تدري بلاي الا اختي لا تدري. اي ليش؟ اي قاعد اقول لك الا اخوي لا يدري. خلي العالم عشان المعاير لا تعايرني. اخذي طلاق لان صدق فعلا يعايرون. والله يا ناديه الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام. هلا والله طلع شلونك؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا هلا فيك. شلونكم شو اخباركم؟ الله يسلمك. يا هلا فيك. ممكن ام عبد الرحمن؟ اي تفضل حياك الله. طلال عبد الرحمن شلونك؟ يا هلا ويا مرحبا. يا اخو والله اني احبك واحب روحك واحب شكلك، احب اتكلم. الله يخليك ما قصرت يا وليدي ما قصرت. الوالد كل يوم متابع برنامج الصبح. الله يخليها لك بوسه كبيره على راس الوالده. الله يخليك. يا هلا ويا مرحبا. هلا بال نحبك والله. يا بعد روحي حبيتك الجنه وما فيها. على روحك يا عمري. يا بعد روحي ما ليش يا طلال وانا ما وانا ليش تزعليني؟ هاي يا طلال وانا ليش يعني؟ ما تسلمون علي؟ يا بعد روحي. الله يجزاك خير. ما قصرتوا ما قصرتوا.
اي والله جزاك الله خير حبيبتي. طلال بعد وانا ما تسلمون علي يعني؟ لا والله سلم عليك والله تهبين اسم الله عليك. شفتي؟ الله روحك الحلوه. عشان انت بس بعبد الرحمن وانا يا يدتك بالدور شوي شوي لازم يا بعد عمري يا بعد عمري سلمك حبيبتي ما قصرت يا بعد عمري والله انا دائما اقعد بروحي واستانس عندكم يا بعد روحي على راسنا من فوق يشرفنا يا بعد روحي ما شاء الله عليك يوم عبد الرحمن انت انيقه الله يخليك حبيبه قلبي اخاف الريل ياخذ علي مره لازم اصير انيقه يا حياتي يبا خلي الثياب يتزوجون خليهم يتزوجون ايش علي منهم اي والله ترضين يا ناديه وانا حالفه ايش فيك وقلت بوح حلفت انا ودي شايف تتزوج ايه بسم الله عليهم الله يخليك عبد الرحمن خليهم يتزوجون ان شاء الله ان شاء الله يتزوجون ان شاء الله الله يفتحها عليهم الثياب جابين 24 ساعه اي والله صادقه صادقة مشكورة حبيبتي ما قصرتي مع السلامة شكرا شكرا شوفي أنا حالفة وقايلة إذا زوجي تزوج علي أنا الحين أنا أتكلم حديث الساعة الحين وبعمري هذا يمكن ما أنفصل ولا أفكر في الانفصال إلا إذا هو قرر يعني إنه يطلقني مثل ما يقولون أما أنا احط ريل بالارض وريل بالسماء واقول له يا انا يا اي وطلقني لا 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 انا عديت هذه المرحله هذا اختياره نعم. عندي قناعه اللي هانت عليه عشرتي وما يبي بعد هالسنين شاف له قلب فز حق واحده ثانيه وتزوجها خلاص الله يسعده ويهني انا يكون لي سبيسي الخاص فيني ما راح احتاج ما اقدر مو شرط انه هو ما يبيك ممكن هو يبيك بس يكون هذه بحياته ما خالف كل واحد حباها او شيء او انه ربعي تعال خلينا نتزوج خلينا ما له شغل يتبعهم كذي في ريال لاي سبب لاي سبب يكون هو قرر يتزوج واختار وتزوج انا يعني اتمنى انه يقول لي ما يفاجئني انا ما احب المفاجآت خليه يقعد معي ويكلمني ويقول لي ابي اعرف الاسباب اذا عرفت الاسباب وما قدرنا نوصل لنقطه تجمعنا مع بعض متفقين فيها اذا قرر خلاص هذا اختياره ولكني انا انسحب بهدوء يعني اكون في حياتي ما احب اتعامل مو شرط انه ما يحبني يمكن يحبني ولكن انا هم عندي شعور يمكن بس ان انا بسوي وبقعد اشنع لا 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 وراح يكون في ود واحترام بيننا وشرط اذا الله ما اعطيني وللحين عندي برنامج اجيبها واخليها ضيفه عندنا اخذ اذنه ليش لا اسوي ترند ندويه طالعه ومعاها شريكتها يا حلالك يا ناديه بس ابيها حلوه مزيونه كذي احنا نحب الزين ايش عليه ايش عليه إيه؟ بعد زوجي اختار له واحده حلوه المهم يا ناديه يعني الحين انت برايك ان خواته اثنين ما يتزوجون اخوان اثنين لا لا مو ما يتزوجون انا اقول ما تصدقين عاد انت فتحتي لي مجال والله وخلي سمعوني انا لما خطبت حق سعود ولدي نعم. سعود اصغر عيالي نعم. عبد الرحمن اكبر منه مو متزوج وخذيت ساره هي اصغر من اختها نعم. اختها بشاير الله يسهل عليها ام سليمان تزوجت ويابت ولدين اكبر منها مو متزوجه نعم لما خذيتها وشفتها عقب مده كلمت عبد الرحمن قلت له يا عبد الرحمن ساره عندها اخت والناس عاشرناهم والنعم فيهم وش رايك تاخذ؟ قال لا ما افضل يمه وهو قال بس انا والله كانت امنيتي وحتى جنتي تسمع كنت اتمنى اختها لعبد الرحمن وهو قال يمه لا انت مستانسه بس انا اخاف يصير مشاكل مهما يكون بيني وبينها بين اخوي وساره احنا الاخوان نتاثر فما احب هو بذكائك كذي قال شاطر عرفه والله العظيم وهن يصير اي مشكله يصير اي مشكله يتدبس هو فيها بعد اي قال قال ليش عوار راس لا يمه والله يسعده تزوجت يا زينها الحمد لله وحضرنا عرسها ويابت عيال اسم الله عليها الله يرزقها يعني انا ما افضل يعني في ناس في وحده تقول مثلا انت الحين عندك خطي وحده وعندها اخت وعندك اثنين مو متزوجين اختها ترد شو تقول؟ وي 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 انا ابتلشت بوحده بعد وبلسانها اخذ بعد اختها؟ لا ما ابي في يقولون ناس كذي في ناس يقولون لا والله ليش لا؟ الناس يعني مثلي انا كانت امنيه بالنسبه لي
كنت اتمنى علشان اخلاقهم اي ناس وايد طيبين واخلاق كم ناس يعني يجون على بنتهم مع ولدنا. صدقين انا بالنسبه لي لا ما افضل نهائي ما افضل هالشيء لان واحد ما يدري شنو يصير باكر ممكن اي مشكله تطيح فيها الوحده اذا خواته افترقوا ما قام يشوفون بعض لان اخوانهم يعني انا اعرف وحده زوجت بنتها حق ولد اختها ولا اثنين الطرفين شهادات ومناصب يابا وعيال يابا واربعه انفصلوا الخوات ما يتحاكون الحين كم سنه الو الو السلام عليكم الو عليكم السلام هلا ام محمد شلونك يا هلا هلا اخ سعاد يا هلا فيك حياك الله ايش رايك بموضوعنا اليوم حلو والله ويعني يشد المجتمع نعم صراحه اول شيء بسلم على اخت ناديه حبيبتي الله يسلمك حبيبتي يا هلا ويا مرحبا مثل ما شاهدوا بنادية بشيد فيك صراحة يا سعاد الله يحفظك إنسانة مريحة حبيبتي تاخذين وتعطين يعني عسل على قولنا صراحة حتى لو طلع أستاذة نادية صراحة بس لا تعبنا أحس فيها تاخذ وتعطي ما شاء الله عليها ومريحة ترى هذه حبيبتي سوالف انا معاها دائما كذي عادي هذه لا 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 بس وناسه اي والله ما عشان يصير جو كذي بالاستديو يا ام محمد ما قلت شيء جديد هذا بعد في اشياء ما تعرفين عنها من طيبه قلبها من طيبه قلبها من صبرها اللي بلسان ما تزعل ضحك بس تضحك ما شاء الله ما شاء الله عليها طبعا الله يسلمك يطول بعمرك الله يحفظك يا نادي والله حتى ما شاء الله متحمله حتى برا التلفزيون عندها يعني متحمله امور كثر وكذي حتى بس الناس بس ما قاعد تبين عليها قاعد لا محترمه لازم الواحد يستحمل يعني اذا احنا ما نستحمل الاشياء هذه ونقطها ورانا طبعا يعني يعني ما يصير انه واحد يبين حق الناس انه هو زعلان او مكتئب او شيء، لا خلينا دائما يعني نقط الاشياء المو زينه ورانا ونضحك بوجه العالم، الناس تبي تشوفك وانت وجهك مبتسم اذا شفتك حزين ما يبونك يدورون وجههم عنك، فخلينا دائما ابتسامتنا حلوه وجهنا حلو قدام العالم كذي حلو حبيبتي نعم بس ما شاء الله عليك والله وحتى اخت نادي ما شاء الله حبيبتي حبيبتي الله يحفظك موضوعكم ما ادري انا ما ايد الزواج الاقارب لان له سلبيات وامراض أيه. صحيح يعني نعم صح انه في ناس يعني مجموعه قليله اللي ما شاء الله عليهم استمروا عايشين سنين بس وبين. الاغلبيه قاعد نحس انه في امراض في صحيح. مشاكل صحيح. بينهم نعم نعم فصراحه لا لا ما ايد مع اني ما عندي عيال ولا بنات اي الله كريم ان شاء الله الله يحفظ لك امين يا رب يسمع منك بس ما اي صراحه وقواكم الله على هالبرنامج مشكوره حبيبتي ما قصرتي شكرا على اتصالك وكلامك الطيب بحقي وحق سعاد شكرا والله شوفي ناديه هي هم قالت نقطه قالت سلبيات لا قالت نقطه مهمه جدا انه يعني زواج الاقارب ان هذا يعني اثنين اخوان ممكن باكر حتى عيالهم انه يتزوجون من بعض ممكن بنت عم عجبتها ولا شيء ولد خالتها هذا تزوجه لا فعلا كلامها ان زواج الاغارب ممكن يولد امراض وراثيه طبعا امراض وراثيه ما تدري ايش يصير ما نقول الامراض خلينا نقول يعني ان العلاقات بين الاسرتين لان مهما مهما تكون الام تتاثر في بنتها طبعا ومهما تكون الام تتاثر في ولدها هذا نعم. ولدي لو الدنيا كلها تقول عنه غلطان انا ما اشوفه غلطان نعم. صح ولا لا اي طبعا وهذه بنتي لو الدنيا كلها تقول عنها غلطانه انا بنتي ما ارضى عليها ولا اشوفها غلطانه فحتى علاقات الخوات فاقول لك هذيلي عقب اربع ما يابوا انفصلوا نعم. وخلاص هو تزوج واحدة ثانية شوفوا الحرب بينهم الحين ما زالت مستمرة خوات ولا كنا في يوم قعدوا مع بعض ولا كنا خوات من أخ من أم وأبو زوجوا عيالهم انفصلوا حرب مكايد حقد محاكم شيء يخرع يعني الله يستر علينا ألو السلام عليكم عليكم السلام هلا عبد الله شلونك هلا والله يا هلا يا هلا فيك حياك الله وي ام عبد الله دق علينا مره ثانيه يمكن ايدها بالغلط حاشيتها مبين بسرعه قطع يمكن ام عبد الله اي نعم اي تقول لي ايش حرب صار بينهم لا وهذه والاخوات الباجي انقسموا هم ما شاء الله هذه تحاكي هذه ما هذه ما تدري هذه تروح حق هذه هذه ما تدري لما تزوج وحده ولدها اللي نعم. طلق بنت اختها نعم وتزوج
هذه حاربت واجه خواتها ليش رحتوا العرس؟ طب احنا ما لنا شغل، هذه بنت اختنا زعلانين عليها. اي وليش تزورينها؟ ليش تروحي لها؟ هذا نفرح فيه يبي يتزوج بعد. ما لنا شغل خلاص، احنا برا. لا احنا قطعنا العلاقه بيننا وبينهم خلاص، ما نبيها للابد. يعني ما هي كانت في يوم مرت ولدك شويه، يعني خلي عندكم على قولتهم حته. يعني ولدي اختي، انت اختي الاخت، الاخت انا وياك شكو هذول طلقوا. شوف الخلا قطاعه سنين. عندنا مكالمه. الو السلام عليكم. الو الو ام عمر. الله ام عمر احلى أم اسم. وينك يا ام عمر؟ الو رد علينا. من نص ساعه بدا برنامجكم احاول. يلا تفضلي تفضلي. هلا فيك. الله يصبحكم بالخير ويصبحك بالنور. يصبحك بالنور والسرور يا عمري. انتم منورين الشاشه تبارك الرحمن. هذا نورك يا قلبي، نور اتصالك يا قلبي. الله يبارك فيكم هالكويت جميعا كلكم. من وين تتصلين يا ام عمر؟ انا فيكم من الامارات. الله يا على راسنا وحي الله للامارات. من الامارات اتكلم؟ من الامارات. إيه من اي الله. من اي اماره؟ من أي إمارة؟ من الشارجة. من الشارجة على راسنا. على راسنا من إمارة المواجهة. على راسنا من فوق حبيبتي. واتصالي فيكم تشريف حبيبتي. انا اتصل فيكم واكلمكم هلا. والله الشرف لنا احنا. احنا ان انت اتصلتي علينا، الشرف لنا. انا من مواليد الكويت. يا بعد روحي بين من اللهجه انك انت قاعده تحكين كويتي مو اماراتي. نعم من مواليد الكويت. إيه نعم شوفي كلامها، حتى كلامها كويتي. اي نعم اي نعم. نعم ويدتي ام امي متوفيه هناك بعد. ما شاء الله يرحمها رحمه الله عليها. الخليج سكنوا في الاحمدي وسكنوا في بحيحيل. الله ما شاء الله. انت تبع المنطقه العاشره تبع نادية. منطقتي هذه منطقتي، منطقتي احلى مناطق الكويت. تبع محافظتها انت. انت كلكم كلكم ما شاء الله عليكم، ما عليكم كلام هالكويت. ما عليكم. الله يسلمك. الله يسلمك. وانتم بعد اهلنا واخواننا. ام الخير الكويت. ام الخير. اي نعم. يا بعد إيه روحي ما قصرتي. حياك الله يا حبيبتي. ايش رايك؟ ايش رايك يا ام عمر بموضوع اليوم؟ نعم اي نعم. ايش رايك بموضوع اليوم؟ موضوع اليوم، موضوع اليوم طيب. ايش رايك بموضوع زواج الاقارب؟ زواج الاقارب هو في الزين وفي الشين. نعم. صح نعم. في زين وفي شيء. عندما إيه؟ عندما تتزوجوا مثلا الحين انا عندي بنتين وتزوجتهم اخوان. نعم. عادي اذا صارت مشاكل هذه تبغى تقول امي اختي زعلت انا بعد بزعل. اي شفتي هذا اللي تتكلم فيه. اي يصير يتاثرون مهما يكون. نعم. اي ويتاثرون. لكن اذا دخلت اليد. نعم. اذا دخلت اليد وكبيرين العائله بالكلام الطيب وبالكلام هذا. نعم. ما توصل للمحاكم. نعم ان شاء الله. صحيح صحيح, صحيح. هي يعني يتدخلون من بينهم بالكلام. ولكن الحين في هذه الايام لا خلاص زعلت اختي انا زعل. اي لان البنات ما يسمعون، البنات ما يبون احد يتدخل. كيفي هذا قراري. اي طلقها هي. انا اطلق. نعم يصير. هي هاي هي. فلازم ان حد يعني يشوفون حلول في هذه الاشياء. نعم لأنها منتشرة، منتشرة وايد الخلافات. نعم 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 كثير كثير كثير. إيه الخلافات. يعني قبل كان في سنيننا قبل. نعم. اليد تتدخل، اليد يتدخل كبير العائلة. نعم. حسب الموضوع يلملمونه وما توصل إلى المحاكم وتوصل يعني يقول لهم لا يما هذا ما يصير وهذا كذا وأنتوا عشرا بينكم إن شاء الله بيتي. أي الحين شو اللي صار؟ شو اللي صار يا ابو عمر اللي الحين اليد واليد ما يتدخلون او ما لهم شغل؟ البنات ما يسمعون الكلام، ما يبون احد يتدخل في حياتهم. البنات تطوروا. ما يبون. نعم ما يبون ما يبون ما يبون. نعم عسى الله عسى الله عسى الله يهديهم جميعا. صحيح صحيح. عسى الله يهديهم ان شاء الله. آمين. عسى الله يهديهم، عسى الله يهديهم ويبارك فيهم ويالف ما بين قلوبهم يا رب ويصلح حالهم وان شاء الله يا رب العالمين يسمعونا. ما يب زعل بينهم يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين يا رب. ما ازعل وما ازعل على اختي عسبه ان الزواج. لا والله الله لا يا بالزعل. اي ان شاء الله. لان يا ابوي الدنيا والله انها ما تسوى. صحيح والله كلامك. يا ابوي ما تسوى والله العظيم. صحيح صح لسانك. هي اي والله ما قصرت. انا هديكم اغنيه من عندي هالكويت مثل الحنتين. يلا شنو هي؟ واهدي هالكويت كلهم. اي
اغنيه حسين جاسم ضحكت سنك. الله شو صفيك شخلي منك، شو صفيك شخلي منك ضحكت سنك. تسلمين يا حبيبتي. شكرا. نعم 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 نعم. شكرا حبيبتي، كل ذوق الله يحفظك، ما قصرتي. شكرا شكرا يا ام عمر، تحياتنا لاحبتنا واخواننا وحبايبنا مشاهدينا في الامارات، حافظتها يا ناديه، وبالخليج كله. شاوصل فيك شخلي منك طيبة قلبك وضحكة سنك. وعندنا ابو عبد الله، السلام عليكم ابو عبد الله. الو الو الو. هلا هلا والله ابو عبد الله، يا هلا فيك. هلا ثناء الجميل، اهلا. هلا فيك. هلا فيكم. انا خليت القنوات كلها احسن من الصبح، ما كل سكوب احسن، ما كل سكوب، ما كل سكوب. نادي وسعاد، ندوي نادي وسعاد، لا ندوي وسعوده. واذا يوم بناتي من الدوامات قلت لهم اليوم يا حالات نادي وسعاد زي تسوين شاطره، ويا حالات سعاد ويا حالات خفه دمها. والله يا انت فراشه تسكوب حبيبتي. نعم والله ان الوقت حتى ما قام، مو هالكثر طلعات يخاف يخلص البرنامج. اي يا بعد روحي والله. انا ما ايد. اي صحيح ما ايد. أي. علشان لو في شيء صار نوبم تخانقه وحده من الكناين مع خالتها. اي قالت بس ما دام هي متخانقه مع اختي انا ما راح ازور. شفتي ما قامت تزور. قال لها انت ايش عليك؟ تقول هذه اختي. اي اختي. اي شفتي؟ إيه؟ لا انا ما يعني هذا إيه تصير صعبه. إيه؟ وحتى عيالهم يمسكونهم، هذا اللي سببوا لنا مشكله ما نروح لهم. إيه؟ حتى العيال يقول هذه يعني خالتي، مالك شغل في خالتك. وي إيه؟ نعم. لا اي إيه؟ لا يعني لا الزواج الاقارب لا انا ما ايده. صحيح. وبعد في عندي نقطه. تفضلي ناديه. تفضلي. في في شيء الحين مثل صار سوء تفاهم مع واحد زوج، زوجته تطلقوا. نعم. الولد ما يناف. نعم. خطب صدفة من العائلة نفسها بس شوية من بعيد. نعم. انتوا ما لقيته ولا هالولد تزوجونه؟ هذه وايد قاعدة تصير وراح نتكلم فيها. نتكلم بهذا الموضوع. نعم. نعم. ما يرضون. ايه عيب. احنا عندنا عيب يعني ما يصير. ايه. لا شلون يعني هذا نصيب. ايه ما يخالف بس ما يرضون، في ناس ما يرضون. ما حبيت الا هذه، تركت الكل، ما جيت الا على هذه اللي احنا بيننا وبينهم مشاكل. هذه مهما كان يعني مطلق بنتنا وما ادري شلون، وانت شلون رضيتوا وعطيتوا؟ ايش ذنبه؟ يمكن الثانيه زينه. اي يعني واحد نصيب بيتزوج يقول لا ما تعطونا احنا. نعم. ومشكورين على البرنامج وما قصرتوا. شكرا حبيبتي، ما قصرت اليوم عبد الله. شكرا شكرا على كلامك. كلامها صحيح. شفتي تقول لك هذا نتكلم فيه شايش باكر تبين؟ اي عادي والله نتكلم فيه. انه يعني واحد خذه وتطلق ما بغى. زين هذا ايش عليها والله؟ يبي ياخذ بنت عمها او يبي ياخذ اختها او بنت خالتها. شويه صعبه، مليون بالمئة ما راح يعطون. العاقل ما راح يعطي اختها. احنا الحين نقول بنت عمها زين او بنت خالتها او بنت خالها. ما تستحين اثاري طلقني لان انت مسويه، انت بغيتي طلقني بنت عمي وحطيتي عينك عليه. ممكن اي ممكن. ممكن كل شيء يصير. اي عادي. اي موضوع ها؟ اي عادي. خلينا في موضوعنا. نعم. المشاكل ما تصير. قالت اختي تهاوشت مع خالتها ما قامت تزور. انا قلت حق ريلي واليهال، تقول لي اليهال يقول خل نروح بيت خالتي، تقول لهم لا ما تروحوا بيت خالتكم، ما انا ما انا بنكلمهم. اي لا اختها قامت قالت حق ريلها انا ماني رايحه ازور لان اختي متهاوشه مع امك، فانا ماني رايحه ازور. ليش اخاف اروح؟ يمكن يقطون كلمه واحتر واتهاوش وياهم اختي ما ارضى عليها. او ممكن او ممكن شو اسمه النزون او يقطون حكي علي. اي الحكي طبعا طبعا او يتحكون فيها. افتكينا منها ما جت اشوى مسوي لنا مشاكل صانها طويل من هالكلام. او خذت ولدنا وخلاص اتطلقت منه، ولا الحين شوفيها ايش لابسه بس عدلها. يمكن ما طلقت زعلانه ما تجي. ممكن متطلقه يا ناديه وهم يتكلمون عليها. من الوحده ما ترضى على اختها ما بيكون. نعم ولا بد يصير. نعم واحنا صرنا مفلوت يعني الصدق قال والله العظيم ما نتجمع الا علشان نطلع. خلينا ناخذ. السلام عليكم.
السلام عليكم. هلا ام احمد شلونك؟ الله يسلمك صباح الخير. صباح الورد يا هلا فيك. شلونكم؟ ان شاء الله زينين. الله يسلمك يطول بعمرك. اختي نادية حبيبتي، اخباركم؟ الله يسلمك يا هلا فيك. خواتي انتوا اغلى من خواتي بعد. يا بعد روحي وين الشركم؟ لازم كل يوم الصبح اصبح عليكم. صباحك ورد وفل ولوز وياسمين وكل الورود اللي بالدنيا. صباحك حبيبتي انت الورود انت الجمال كله حبيبتي. الله يحفظك. الله يحفظك. شلونكم؟ زينين الحمد زيني. لله الحمد والله لله. عن موضوعكم هذا، انا عندي خواتي سنتين. نعم. من زوجين اخوان. نعم. اي يعني الحين كبروا يعني كبروا يعبوا عيال وعرسوا عيالهم ما شاء الله. واحد فيهم زين وواحد ثاني مو زين، يعني صحيح. يعني اختي واحدة الحمد لله الله متمم عليها وزين ريلها ريلها زين يعني مريتها ومسنعها والثانية نجرة وخناق للحين. اي يعني الحين تقريبا صار عمرهم يمكن فوق الخمسين للحين مشاكل ما شاء الله. شو تسوي يعني بعد؟ حتى عيالهم الحين كرهوا وعيالهم بنفسهم. هذا يقول انا ما اخذ بنت عمي، والبنت تقول انا ما اخذ ولد عمي. ليش ابوي عامل امي كذي؟ انا ما اخذ ولد عمي، اخاف هو يطلع مثل ابوي. اي احسن لهم، احسن لهم بصراحه، احسن انه يبتعدون عن بعض، لا يتزوجون من القرايب بعد ما دام في مشاكل. يعني احسن لهم الشاب كذي راح يصير تكمله للمشاكل. اي يعني لمتى الانسان يكبر ما يصغر؟ بس ام احمد. نعم. اختك اللي في مشاكل مع زوجها، المشاكل اللي بينها مع زوجها، اختك الثانيه اللي مرتاحه ما تاثرت بالمشاكل هذه؟ ما تاثرت على زعل اختها مثلا؟ تتاثر بس شو تسوي يعني؟ ما بيدها شيء. ريلها ما قالت حق ريلها حاول تصلح حال اخوك وتكلمه، ترى هذا هم اخوك يعني الله يهديه ويصلح حاله، حق اختي تعبت. والله اختي ناديه حاولوا يعني حاولوا الاخوان. إيه؟ الاخوان والخوات حاولوا معاه، حتى الام طيبه يعني ما اقول لك مو طيبه، انسانه محترمه طيبه. نعم. حريم قبل سنعه. إيه؟ إيه؟ فهمه وتعلمه، بس هالريال ما ادري شو. اي هو خلاص. إيه هو طبعا هو طبعا غلط، طبعا حار، طبعا شين حار. حتى مع اخوانه وخواته الله يهديه، حظها نصيبها مسكينه. شو نصيبها بعد؟ صابره وساكته، شو تسوي يعني؟ الحمد لله اللي صابره ماشيين يعني ما صار بينهم. مسكينه كبرت عيالها وتخرجوا وكل شيء، والبنت للحين بنت العوده قاعده مو متزوجه وسبت مشاكل امها وابوها. تخافي متعقده ولا. تعقدت. اي طبعا ياثر، ياثر وايد. الله يرزقها ولد الحلال اللي يكون بعيد عن العالم ويكون طيب. امين يا رب. يا امين. الله يوفقكم يا حبيبتي. شكرا. خليكم وكلكم ان شاء الله بخير وعافيه، كل يوم اشوفكم. الله يسلمك حبيبتي. حبيبتي الله محمد. شكرا يا هلا. يعني شوفي نصيب. اي شفتي اخوانه اثنين يعني مو شرط الا اثنين يكونوا زينين، مع انك تقول لك ان تعدوا ال 50 سنه وكذي، بس هم بقت المشاكل. لا هو الحين مو هذا المين بوينت، انه مشاكل وصار لهم مده الله يسخرهم حق بعض ويهدي النفوس بينهم. البوينت انه مو شرط اذا اثنين اخوان الاثنين نفس الطبع وزينين. لا يمكن واحد عصبي واحد هادي. صحيح. واحد يفكر واحد لا، ممكن نادية يكون واحد مادته المادة عنده مرتاحة والثاني المادة عنده شوي اقل فيصير مشاكل. اي هذا عنده شهادة هذا ما عنده هذا. ممكن كذي. اي ما انا اقول كذي انه دائما دائما اكثر المشاكل تلاقينها انه يكون المادة اقل فيصير دائما في مشاكل. ومو شرط حتى اللي يفكر يعني شاف بنت طيبة وحلوة وخذاها حق ولده قال والله اهلها سنعين وزينين واختها اكيد طالعة من نفس البيت نفس التربية سنعة اخذها. مو شرط، يمكن هي سنة كل شيء بس تفرق في الأطباع. في فرق. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية سعاد. يا هلا فيك. يا هلا يا مرحبا. الله بالخير. الله يسلمك طول عمرك. يا هلا فيك. عساكم طيبين. الحمد لله تمام الله يسلمك. عسى إن شاء الله. حبيبتي الموضوع وايد شيق يا عمري. أنتوا فعلا أشياء قاعد تحصل بين العوائل لدرجة إنه صار كره حقد. يعني ناس تركت ناس أهجرت علاقات، يعني لحم ودم الموضوع هذا فعلا. يعني موضوعكم شيق بما منتشر. إنه مختصر. أنا أعرف عيلة إن الأب العود عشان يرضي إخوانه قام أخذ بنت أخوه حق ولده وحيدة. الولد الوحيد هذا مسكين انجبر عشان يرضى بواقع أبوه إنه يبي يشوف عياله وما عنده أحد غيره. نعم. زين
الولد تكسرت مجاديفه، نفسيته تعبت، لان بنت عمه مو على حسب ما هو راغب فيها. اي ما خلص منها يبيها. والله احنا نبي نشوف عيالك. زين انت ما اهتميت بولدك؟ ما شفت، ما راعيت مشاعر ولدك؟ نعم. بنت عمه نايمه 24 ساعه ما تدري عن الدنيا طشت ولا رشت، ولا تدري عن الرجال، ولا تدري وين راح وين ولا. نعم. وصغير الولد. نعم. يبي يشوف لبس، يبي يشوف كشخه، يبي يشوف بنت حرشه في البيت، تهتم بعيالها، تهتم. قامت الام مسكينه والله العظيم يا ساشا، اقول لك ناديه، تهتم بعيال عيالها والام نايمه كسلانه. قام الام كل ما تكلمت البنت خالتها ما تحاكيها، البنت وكره الولد حتى يطرد الولد من البيت. والله شنو عشان اراضي اخواني. خالتها ما تقول لها قومي شوفي ريلك، شوفي عيالك، شوفي بيتك. تخاف من الزوج. زين يعني قصب الولد تخاف منه عشان ما تبي مشاكل. زين هو يعني ما تبي مشاكل، ما تبي مشاكل. منو اللي ماكلها بالموضوع هذا كله؟ الولد. الولد اي الولد هو اللي ياكل الموضوع. زين والابو ما يشوف هذا الوضع اللي خده بنت اخته، بنت اخوه عاجبه عسل على ابو شنو؟ والله والله انا بشوف نفسي قدام خلق الله اني انا الصح وانتم الغلط، وانا اي انا شنو؟ انا الكبير والمفروض انت تطيعني حتى لو المره داست على راسك. وفعلا داست على راسه. وي الاسلوب والتعامل والاهمال الاطفال واهمال اللبس والا تشوف الولد يطلع برا، حتى طرد يطرد الابو وشيخ البنت على راسه وسبه شنو؟ بنت عمه. هذه عادات وتقاليد. لا عد ما شيخ، ما شيخ بنت اخوي على ولدي. لا هذا غلط. قسما بالله وضع في يعني الولد. نعم فعلا في مرات احنا مكتب نفسي. زين نعم. الولد يجينا يشتكي مسكين يا سعاد يا ناديه فعلا. نعم. يشتكي يبكي يقول انا لاني قادر اترككم بروحه لان انا وحيدها، ولاني قادر اترك مثلا ابوي وحيده انا. زين ولا العيال لهم ذنب؟ الله رزقني بانسان 24 ساعه نايمه ما تدري عن عيالها. اهمال والسبه ان ابوي بيراضي اخوانه. ما قلت حتى لو داست على راسي السب. فعلا العلاقات هذه اللي ترتبط بالعوائل سببت مشاكل نفسيه ومشاكل الفرق. زين عبد الله من نعم. ناحيتك انت انه يولج في المكتب، ما قلتي له تزوج عليها؟ قال انا بتزوج. قلت له تزوج. نعم. زين ما فيها شيء تزوج. اي تزوج ما فيها شيء، ابني لك اسره ثانيه. لكن امكانيات الولد معتمد مسكين كسر مجاليفه. يعني الابو يبي 24 ساعه قاعد في البيت. نعم. والابو طالع. زين انت ساويت الولد مع الحريم اللي في البيت. ولد شخصيته حلوه، ولد مؤدب مزيون ما شاء الله تبارك الرحمن. زين كسرت مجال يعني عشان ولد اخوك، بنت اخوك تاخذ ولدك؟ زين لما هي كذي الحين هي ماخذه واحد وحيد اهله. شكرا يا ام عبد الله. شكرا. بس انا بعرف ناديه انه يعني وحده ماخذه واحد وحيد اهله، والمفروض يكون مدلع، مو مدلعينه ولا شيء، وانت اللي جيتي اللي مدلعينك. المفروض انت عشان اهله مدلعينك تدلعين ولا. شكرا يا ام عبد الله، ما قصرت. شكرا. نعم هذه كلش مو سالفه في بالمره. ما عندي شغل الحين فيها. انت قاعده تحكين نيابه عنها. ايش فيك ناديه نتكلم؟ قاعده تحكين عنها. لا انت تحكين. اي انا لا ايش علي منها راحت خلاص. إيه لا نبي ناخذ مكالمات ثانية. خلصت يا نادي المكالمات الوقت خلاص. المهم احنا ما لنا شغل. انت تقولين يتزوج عليها، ما راح يسترجي يتزوج عليها. لا هو قايل له وده يتزوج عليها بس ما عنده يقول لك امكانيه. ابوه جاب انكسر معديفه. يعني هو المصروف وشو مقعده في البيت. وهو مبين يا سعاد ان الولد هم شخصيته ضعيفه جدا. ابوه شخصيته قويه عليه. اي ما عنده قرارات، ما خالف. انا احترم ابوي ولكنه يكون لي شخصيه. احترم ابوي في كل شيء، اطيع كلامه في كل شيء الا في اختيار الزوجه. لا تقول لي اخوانك، لا تقول لي الورث والحلال. انا ما عرضت شرع ربي. انا بختار الانسان اللي بكمل معاها اللي بيجيبها. انت ابوي احترمك، بس هو مبين انه يعني ماني عارفه شنو اقول، انه شويه شخصيته ضعيفه. انت شو تقولين؟ طبعا شخصيته ضعيفه. ابوك مكسر من جاديبه قاعده تقول. انت الحين تايدين ولا ما تايدين سعاد؟ اخر شيء بعرف، انا ما عرفت رايك. لا ما ايد، ما ايد زواج الاقارب نهائي. ولا حتى ولد عمها ولد خالها؟ لا هدي مو شرط اخوانه اثنين اخوات. شوفي ولد عمها ولد خالها. شوفي انه يتزوجون اثنين من بعض لا، بس ممكن انه ولد عمها وحيد تاخذه او شيء كذي اي ما يخالف. لكن اثنين خواتي يتزوجون اثنين اخوان لا انا ما ارضى. خذيته وصار مشاكل. طبعا انت ما تخافين الاخوان؟ والله ناديه تصير المشاكل حتى برا، حتى لو ما اخذه هي قريب هم ممكن يصير ما في نصيب وتتطلق من عنده. هذا ما له شغل. غريب اذا انا صار مشاكل
خلاص هذا بنته وراحه وانا خذ ولده وراح. عندنا يا اخوان اخوان ما انا قاعده اقول لك الخوان ما انا قاعده اقول لك هني لا الاخوان لا ما ارضى ما ترضى لا 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 صعب صعب بعدين يصير مشاكل والبنات الثناتهم هم يتضررون مو بس وحده تتضرر اي ختم يقول ختام المهم ذبحنا ختام ختام يلا انا سمعتها شيء ثاني كلمة نشوفكم ان شاء الله باكر ببوح ثاني ونجرة جديدة ونجرة جديدة انا وناديون بعتك لتاجرنا اي والله والله نشوفكم على خير مع السلامة باي نحبكم